كثيرة هي المحال والمراكز التجارية التي افتتحت مؤخرا في مدينة المكلا المتخصصة بعرض وبيع مختلف أنواع المنسوجات والملابس الجاهزة، لكن أغلبية أصحاب هذه المراكز باتوا اليوم يشكون من قلة الزوار والمتسوقين وحالة من الركود غير المسبوقة في حركة البيع والشراء تزامنا واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذي كان وإلى وقت قريب أحد أهم المواسم بالنسبة لهم. أنا أكثري هنا 18 سنة في مجال البيع والشراء، أول موسم صادفه في بهذا الشكل، يعني أنه يكاد في بعض الأحيان ينعدم الزبون أنه ما يدخلش المحل، وذلك يعود لانعدام المرتبات وارتفاع الأسعار، كمان في قيود لحركات تجارية، مثلا يعني إذا بتجيب بضائع من محافظة أخرى إلى هنا، في بعض المحافظات تفرض عليك جمارك، حتى لو يعني بترسل المحافظة لمحافظة في جمارك. ركود تعزز أكثر مع ارتفاع أسعار الملابس في ظل استمرار انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية وتدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. زمان كان قبل الحرب كان السعودي ب 57، الآن ب 150. إيش راتب الموظف يوقع لك في الحياة؟ يعني الحياة أصبحت الآن صعب صعب غاية الغاية. أنا موظفين تبع الدولة والراتب ما يكفيش في هذا المكان. حصل بدلة يعني ب 7000 ريال حق طفل عمره 3 أشهر. الثاني عمره سنتين قال لي ب 7000 8000 ريال. طيب والإيجار طلع لي كم؟ إلى 40000 ريال. لوين تتوقع؟ كيف معايش؟ كيف الإنسان بعايش؟ الوضع اللي نعيش إحنا، هل هو بيصرف العيالة ولا يصرف الإيجار؟ في هذا السوق الشعبي بالمكلا والذي يضم باعة الملابس من أصحاب البساط والمفارش الأرضية، يحاول هذا البائع بشعاراته التي يطلقها جذب وإقراء المتسوقين لحثهم على الشراء وسط موجات الغلاء التي تكوي جيوبهم وتؤرق حياتهم، فقد باتت مثل هذه الأسواق والمفارش ملجأ للباحثين عن أسعار قد تتلائم نسبياً ووضعهم المعيشي الذي باتوا عليه. زبائن يريدوا حاجة رخيصة وناس رواتب يعني يستلمون بعد 6 شهور بعد 7 شهور، ولذلك يدوروا حاجة رخيصة، وحنا نبيع حاجة رخيصة للبساطين بعكس المحلات يعني والمراكز أصحاب الملابس. يعني الحاجة اللي نبيعها حنا الآن 6000 ريال، في المحلات تحاول بغض 12000 ريال. الشميز نبيع ب 2500 3000، هناك ب 4000. ومع استمرار التدهور المعيشي والاقتصادي لم تعد ملابس العيد بالنسبة للكثير من الأسر ذات أولوية، فيما فضل آخرون الاكتفاء بملابس العيد الماضي. مع اقتراب العيد وارتفاع الأسعار وانهيار العملة، وجد الكثير من المواطنين في مثل هذه الأسواق الشعبية ضالتهم هربا من ارتفاعات الأسعار في المراكز والمولات التجارية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.